السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في موقع شوف إزاي. إن شاء الله النهاردة هشرح لكم درس جديد لموقع شوف إزاي. درس النهاردة إن شاء الله هشرح لك إزاي إنك تقدر تعمل شات بالأيكونز ده في شات فيسبوك. زي ما أنت شايف أشكال كتيرة جدا تقدر تستخدمها في شات موقع فيسبوك، أو زي ما أنت شايف ده شكل الأيكون. وبرضه هنا لما بتحب تكتب بوست، برضه هنا عايز تكتب أي مثلا حاجة تكتب هنا، وفي برضه هتحط لك هنا الأيكونز ده كله زي ما أنت شايف. برضه لو حابب تكتب على أي حاجة رد أو كومنت مثلا أي حاجة، هنا برضه عندك الأيكون هنا زي ما انت شايف هنا كتير جدا تقدر تستخدمه. وده هيكون عن طريق تول أو أداة في متصفح جوجل كروم. طبعا ده اللينك بتاعها إن شاء الله هحطه لكم أسفل الفيديو دوت. تضغط على آد تو كروم وهتتسطب عندك، أول تتسطب عندك تقفل المتصفح وترجع تشغله تاني، هتلاقي التول عندك نزل واشتغل معاك زي ما انت شايف اهو. يا رب يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط سب، ما تنساش تضغط لايك. لو حابب ان انت تتابع كل جديد موقع شوف ازاي، اضغط سب اسكرايب على الشانل على اليوتيوب. كان معكم محمد سمير من موقع شوف ازاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.